اللي هن مهاجرين لفرنسا من الجزائر، زي ما بتعرفي ملان الفرنسا جزائريين، وحكت قصتهم كمان الخاصة مع ربطها بالقصة الجماعية اللي هي قصة الاستعمار، وكيف كيف الجزائريين أجوا يدوروا على شغل، فحكت يعني حطتهم في ذاكرة الجزائر الجماعية. فمن بعدها طبعا وهي تعرض الفيلم كل الوقت، يعني كانوا الناس كثير يسألوها طب بتكيش تعملي إشي عن جزئك الفلسطيني. فشوي شوي هي يعني بالبداية كانت تقول إنه كانت تحس إنه ممكن الموضوع مش هوين، لأنه كتير سياسي وكتير معقد، إنه من أي منطلق تفوت له، يعني كيف ممكن تحكي عنه. وبالتالي أجتها الفكرة إنه إذا بدي أعمل فيلم عن أهل أمي أو عن جزئي الفلسطيني، بدي أعمله عن طريق أجيال النساء وعملية التحويل ما بين جيل إلى جيل. فهذه الفكرة اللي أجت فيها. ولما حكت لي أنا قلت لها أنا ما يعني أعطيني دور بمثل لك إياه، أما أحكي عن نفسي قدام الكاميرا مش شغلي لإلي يعني. فالمزبوط شوي شوي طبعا لما فهمت وين هي بدها تروح وإيش الإشياء اللي بدها تحكيها وكيف خطتها في التصوير وخطتها في وضع الأمور مع بعضها، طبعا حسيت حالي يعني إنه أنا جزء لا يتجزأ من هذا الخط النسائي في العائلة اللي أنا كمان بربط لينا فيه، يعني لينا مرتبطة في هذه العائلة لأنه أنا أمها، فما بقدر نقطع يعني ما بقدر أقطع لها الخط. فزي كان علي واجب إنه أقوم بدوري أنا كجزء لا يتجزأ من هذا اللغز الكبير، على أساس إنه تكمل الصورة اللي لينا بدها تحكيها وبدها تعرضها بهذا الفيلم. داي أنا فكرت إنه الحديث كله رح يكون يعني أكتر عني أنا كممثلة أو عن سيرة حياة، بس اللي ريحني المزبوط إنه أوكي في أسئلة شخصية، بس هذه الأسئلة الشخصية داخل ضمن قصة اللي هي مش بس قصة هي مع عباس، إنه الشيء مش مسلط الأضواء علي أنا بشكل شخصي، إنما هو مسلط الأضواء الفيلم على مجموعة النساء في العيلة. لما تفرجت أول مرة كتير بكيت بصراحة، كتير بكيت لأنه حسيت قديش في صدق بالعمل وقديش في احترام من لينا من اتجاه لينا لهذه المجموعة النسائية، وقديش في محبة، وقديش في زي بدها يعني زي لينا فجأة صارت هي اللي بدها زي تحتضن كل العائلة وتدافع عنها، عرفتي؟ فحسيت بفخر كبير. فجأة حسيت حالي إنه كأنه أنا قمت بالعمل اللي كان لازم علي أقوم فيه، إنه بالتالي حتى يعني مرقت لبنتي مش بس يعني مرقت لها المهنة ومرقت لها القيم الأخلاقية لكيف نتعامل مع السينما. أنا بفكر كمان يعني بالجيل تبعنا عشان الامرأة تقدر تحقق نفسها كنا نفوت في هاي الصراعات، صراعات الأجيال، وبصراحة ما كان عندي أي رغبة إنه أنا أعيشها مع بناتي، بس حسيت إنه على الأقل الانسجام هذا الموجود بين لينا وبيني، وكمان الاشتراك على المفاهيم والأفكار والمنطلقات اللي منها بنخرج إحنا كنساء، والأشياء اللي بدنا ندافع عنها، الشكل اللي بنشوف فيه العالم السياسي والاجتماعي والحضاري اللي إحنا بنعيش فيه، ارتباطنا مع من وين إحنا جايين ولوين إحنا بدنا نروح، والرسائل اللي بدنا نمرقها. في كتير مشارك يعني بيني وبين بناتي، كل النساء هدول كانوا هني ضحايا المجتمع الأبوي والسياسة الأبوية والحروب الأبوية اللي إحنا النساء دائماً أول ضحايا لإلها منكون على جميع الأصعدة. لينا اختارت إنها تعطي منبر للنساء يوقفوا ويأخذوا محلهن وتأرخهن في تاريخ اللي هو يحاول يمحوهن. فهي ما يعني ما أعطت وكأنه يعني ما زاحت الرجل عشان تزيح الرجل، لأنه الرجل مش مهم بالحياة، بس هي حطت الرجل على جنب بس عشان تسمح للإمرأة تتواجد هي بحالها بمحل اللي انمنعت منه. لأنه ما أنا ما حاسة إنه نجاح الفيلم مبني على إنه أنا ممثلة أو الناس بتعرفني. طبعا في ممكن أشخاص بيجوا يشوفوا الفيلم ما إنه ما بيعرفوا مين لينا سوالم،
وفي اشخاص زي اي فيلم يعني لما انت بتشوفي اسم ممثل انت بتحبيه بتقولي بدي اروح اكتشف الفيلم اشوفه اشوف. بس بصراحه نجاح الفيلم تبع لينا جاي من نجاح فيلمها الاول. لا انا كنت الانسان يعني مرات هي حطتني في مواقف امثل فيها بس حتى ما طالت هذه المواقف لانه يعني رجعنا نضحك ورجعنا نستهزئ من الموقف على اساس نحكي القصه. بس هي حاولت عشان تسهل الطريق لإلي لانه انا الشيء اللي بعرف اعمله هو التمثيل بحياتي فحاولت تحطني بالمحل المريح لإلي على اساس تقدر تحصل على اللي بدها اياه مني بشكل اخر غير الجواب والسؤال. مش بس انصفت للي مرقوا قبلي بفكر انصفت لبنتي انه شاركتها باللي حكيته لانه كان ممكن ارفض وكان الفيلم ما يكونش. بس حسيت انه لانه كان في حاجه لانه هذا الفيلم يتواجد لانه كان في حاجه انه هدول الرحلات النسائيه يتواجدوا بفيلم اللي يخرج من الشخصي الى العولمي الى الجماعي كان كتير مهم انه الفيلم هذا يتواجد. فالانصاف هو بالاساس جاي من لينا لماضيها ولجذورها وعن طريق لينا انا كمان يعني ساهمت في الانصاف هذا. شوفي هي اجواء التصوير كتير كانت صغيره يعني لانه كانت لينا مع كاميرتها مع اخواتي او مع امي او المحلات اللي بنروح عليها يعني ما كان عندنا هالطاقم لانه فيلم دوكيومنتري فما عندك انت الطاقم اللي انت عاده تستعمليه بفيلم روائي. كان اكثر يعني احنا شكل كتير انتيمي كتير يعني هيك عائلي محبب عاطفي. الاحاسيس كانت تسبق مرات الحدث او الحاله اللي احنا فيها.